يعني هو ميسي. هو هرب بيهرب لا لا بالعكس بالعكس انا عجبني انت فتحت لي موضوع مهم قوي. لا بالعكس هو دلوقتي لو ليونيل ميسي ما خدش كاس العالم هل يعني هل مثلا يبقى هنقول مثلا اصل ليونيل ميسي كده مش اسطوره او ليونيل ميسي مش من اعظم لاعبي التاريخ لم يكن اعظمهم؟ هو كده كده الاعظم لاعب في او انا لاعب شفته بعيني عشان ما اقولش بقى بيليه وما انا شفتش بيليه ولا مارادونا. هو اعظم لاعب انا شفته في عيني من سنه 2000 لحد النهارده بلا منازع. الموضوع ما هنا ما فيش اي تقليل لا من رونالدو ولا من اي لاعب تاني في الدنيا عشان رونالدو لعيب عظيم جدا يعني هو صار عشان مش هقول يبقى التاني فيعني التاني ده مش وحش خالص عشان زين الدين زيدان لاعب عظيم زي رونالدو البرازيلي لاعب عظيم زي انيستا لاعب عظيم ما فيش كلام عن الناس دي وانيستا وتشافي ومودريتش والناس دي كلها. انا بكلمك في ايه انه لما بنقول مثلا ده الاعظم او ده الاهم في تاريخ الكوره فده مش تقليل لا يقلل من طبعا هم الناس عاملين خناقه في مباراه كده. بص دلوقتي في العصر اللي انا فيه ده اي حاجه لازم تقارن باي حاجه يعني لو مودريتش عمل ماتش عظيم فلازم قارنه بانيستا ولامبرد وسكولز وزيدان. ما ينفعش نقول ان مودريتش لعب ماتش عظيم جدا لا نقطه بس لا النقطه اللي مش موجوده طبعا. رونالدو عمل ماتش عظيم فتعال نقارنه برونالدو الظاهره وابراهيموفيتش وميسي لازم ما ينفعش نلعب ونقطه ولازم خناقه يعني انت لما دلوقتي بس الناس وهي سامعاك دلوقتي بتقول ايه ميسي بالنسبه لي اعظم لاعب في التاريخ حد يقول لك يا محمود ما تفهمش حاجه بالظبط. هو انا بالنسبه لي كريستيانو رونالدو انا بالنسبه لي اصلا اعظم لاعب في التاريخ زلاتان ابراهيموفيتش فانت ما تفهمش حاجه يا سيدي انت حر يعني إيه؟ لا ما ينفعش رايك ما ينفعش برايك ورايي لا هو انا رايي واي حد تاني مالوش فيها انت لا وانت غلط انت جاي تفهم كده لا لازم ده كده لازم فبالنسبه لي بص ميسي البطوله دي هو بيقفل بازل يعني في بازل كده صح هو بيقفل يعني لو عندنا مثلا ايه مين اكتر لاعب مشاركه في تاريخ الارجنتين في كاس العالم مارادونا بقى ميسي صح مين اكتر لاعب سجل باتيستوتا بقى ميسي صح مين اكتر لاعب صنع اهداف في تاريخ كاس العالم مارادونا بقى ميسي صح مين اكتر لاعب شارك في تاريخ كاس العالم لوثر ماتيوس بقى ميسي صح هو بيقفل شويه في شويه فراغات كده ناقصه من اكتر من اكتر لاعب شال شارت الكابتن في كاس العالم كان رافائيل ماركيز بقى ميسي فهو بالظبط هو بس في حيطه انت دهنتها وش اول في شويه حاجه هو بيدهن بس الوش الثاني عشان نخلص عشان قربت اعتزل فعايز بس اخلص على التاريخ كله باقي اللوحه الاخيره اللي هو بيمسك فيها اللي هو بيشيل فيها كاس العالم بس يعني فخلصت ده التابلو اللي هيتحط على ميسي ما بيسجلش في الاقصائيات بيسجل في 16 وفي التوم وفي ربع النهائي وفي نص النهائي عادي ايوه مش مشكله ميسي عنده مشكله مش عارف في صناعه لا اكتر لاعب صنع اهداف في تاريخ كاس العالم فكل ده ميسي لما راح باريس سان جيرمان انت فميسي يتالق في كاس العالم ويتالق مع باريس سان جيرمان الموسم ده كله هو الموسم اللي فات كان موسم نقاهه هو كان مريح شوية قرب يخلص العجله ضارت طبعا مع العلم والتاكيد ان المستوى اللي بنشوفه من ميسي دلوقتي هو يعني لو انا هجامل فهو نص مستواه اللي كان قبل كده يعني اللي بيحصل ده كله هو نص ميسي ده انا كنت اتخيل كده وانا ب 50% من مستواي اصلا يعني فالوضع يعني ميسي مش الكلام ده تلاحظوا في كلام مذيعه ارجنتينيه اتكلمت مع ميسي بعد الماتش اللي قالت له الماتش الجاي هو نهائي كاس العالم اخر ماتش ليك في كاس العالم واحنا كلنا مستنيين اللقب ولكن في حاجه مهمه قوي احنا خدناها وانت كسبتها اهم من كاس العالم هو ان الشعب الارجنتيني كله بقى شايفك ملهم الناس كلها بتلبس تيشيرتاتك في كل حته الفقراء والاغنياء وكل الناس على حسب انواع التيشيرتات كلهم بتيشيرت ميسي فانت كسبت حاجه ما فيش حد ممكن يكتسبها زيك وكاس العالم مش هيضيف لك اي شيء زي ما الحاجات دي هتضيف لك وده بالمناسبه فرق كبير قوي عن اللي كان بيحصل بعد فاينل 2014 وفاينل كوبا 15 أيوة اللي خلى ميسي يعيط في الملعب ويطلع هو والفريق يعتزلوا دولي بسبب الاهانات اللي ليهم فده تحول كبير جدا لتقدير ليونيل ميسي اللي كان دايما الكلام ان الشعب الارجنتيني مش هيقدر ميسي الا لما يكسب كاس العالم زي مارادونا دلوقتي في اللحظه اللي احنا فيها دي قبل ما ميسي يلعب اخر ماتش ليه في كاس العالم فالكل الارجنتين اولا مقدرين ميسي كتير جدا عما كان متقدر قبل كده العالم كله بدا يهدى ويقتنع ان مش عيب خالص ان منافسه ميسي ورونالدو ان لو رونالدو تاني فيها فده مش عيب خالص عادي يطلع تاني اعظم لاعب في التاريخ دي انا عادي انا ممكن اشوفه اعظم لاعب في التاريخ بالظبط قصدي لا انا ما بتكلمش على اصل هو الترتيب ده حتى الترتيب ده ما بيتكتبش في يعني الفيفا ما بيقولش ده رقم واحد ملوش في العالم رقم اثنين ملوش انت طبعا. حر انت رتب زي ما انت عايز كل واحد زي ما هو عايز بالظبط لكن هتقول لي ان ميسي كان بيتخاذل مع الارجنتين قبل كده انا جاي نهرج هتقول لي ان رونالدو ده لاعب ما مش مؤثر مع منتخب البرتغال انا جاي نهرج مفيش مشكله ان السن ليه حكمه أيوة. يعني رونالدو اللي عمل كل ده في رونالدو دلوقتي ان هو واغلب محبينه مش مقتنعين ان السن ليه حكمه ان رونالدو دلوقتي مش هينفع يلعب 90 دقيقه مش هينفع يلعب تسعينات دقيقه كتير ورا بعضها هيلعب كليه ادوار معينه ولو كان اقتنع بالدور ده في مانشستر يونايتد كان بقى بيسجل في الموسم 15 جون في الموسم مثلا كدوري انجليزي وخلينا اسف محمود اقطعك في الحته دي ربطه عامل السن بالنقطه اللي قبلها قال انه ميسي لو قلنا انه افضل شيء بيقدمه ميسي دلوقتي وجاملنا 50% ده كريديت لمين كريديت لمنتخب الارجنتين مع ليونيل سكالوني لان ميسي هو في التوب فورم
المنتخب الارجنتيني ما ظهرش بهذه الحاله مع مديرين فنيين اخرين تحسب لمدير فني قدر وميسي بس ب 50% من قوته انه يستخدم بقيه العناصر عساكر الشطرنج بالنسبه لي في المنتخب الارجنتيني وان استفيد من ال 50% دي ان هي اللي بروز بقى الشكل الاجمالي وان اوصل بالحاله دي ب 50% فتحسب للمدير الفني على عكس سانتوس في منتخب البرتغال.